السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرش. إذا أنا مباشرة متتبعين الأوفياء، نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرش. أجواء جميلة الآن بمدينة العرش. لأن شنو رأيكم في بعض المستخدمين اللي طردوا من العمل ديالهم في زمان كورونا وأصبحوا عاطلين عن العمل؟ شنو رأيكم متبعين الأوفياء؟ بعض المستخدمين اللي جروا عليهم للأسف من العمل ديالهم خلال جائحة كورونا، والكل كيعرف بأن الناس كتعاني في صمت للأسف الشديد، وكاين ناس للأسف الشديد جراو عليهم من العمل ديالهم وطردوهم من الخدمة أو العمل ديالهم. نورة تحياتي لك الأخت نورة ومرحبا بك وعليكم السلام. سعاد مرحبا الأخت سعاد وتحياتي لك في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش في الجولة المسائية عبر شوارع وأزقة مدينة العرائش. نشوفوا الأجواء كيعملة في مدينة العرائش، كيعملوا انتم بعدها مزيانين الأمور على ما يرام. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. دنا مباشرة متبعين الأوفياء مباشرة من شارع محمد الخامس بمدينة العرائش في الجولة. تحية طيبة، تحية متبادلة لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. شنو رأيكم في الناس العمال اللي كيعانيوا للأسف الشديد؟ العمال اللي للأسف قطعوا لهم الأرزاق ديالهم، قطعوا لهم الأرزاق ديالهم وتوقفوا عن العمل، مع العلم بأن ذاك العامل عنده مصاريف، كي الله يحسن العون كل اللي كاري، كي الله يحسن العون كل اللي عنده المرأة ديالو والوليدات أو الأم ديالو عايشة معاه مريضة للأسف الشديد وكيعاني في صمت للأسف الشديد. شحال من واحد وضع حد لحياته، شحال من واحد قتل راسو بسبب التوقف ديالو على العمل، على العمل وبسبب الدين اللي للأسف الشديد سبب له مشاكل أسرية وعائلية وسببه وضع حد للحياة ديالو. إذا أنا تحية لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. خي إبراهيم تحياتي لك، مرحبا بك خي إبراهيم. لأن كما قلت تحية لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، ونتمنى أن الجميع يكون على ما يرام أكيد متبعينا الأوفياء في هذا البث المباشر سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. إذا أنا مباشرة في هذه الجولة المسائية عبر شوارع وأزقة مدينة العرائش، نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. تحية ليش كان شنو رأيكم في عمال الناس اللي كتعاني بصمت للأسف الشديد؟ العمال او العاملات اللي سنين كتلقاهم هما خدامين، سنين هو كيزمر، سنين هو خدام، اجر اللي هو للاسف الشديد ضعيف وكيعاني في صمت، ولكن رغم ذلك باترون ما عقلش عليه خلال هذه الجائحه، باترون ما عقلش عليه وتكرفص عليه للاسف الشديد. أنا تحية لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام أكيد متبعينا الأوفياء. للأسف كما شفتوا قبيلة معنا في اللايف في البث المباشر عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش، شاب اللي هو تقريبا في العمر ديالو 25 سنة أو 30 سنة، كان خدام في كان خدام في محل ديال إصلاح العجلات، ولكن للأسف الشديد مي كان خدام في المحل ديال إصلاح العجلات طرطقت واحد العجلة وجاتو في الوجه ديالو وأداتو في العين ديالو اللي حرمتو من النظر ديالو للأسف الشديد. هذا الشاب هذا لحد الآن فهو كيعاني في صمت، هذا الشاب هذا كما قلت راه كيعاني في صمت للأسف الشديد متبعين الأوفياء. هذا الشاب تضرر من ديك العمل أنه جاتو العين ديالو، يعني فقد البصيرة وما أدراك ما حاسة البصر. للأسف الشديد باترون أو مشي أو مش شكرا ما عقلش عليه، دار سبيطار ولا حكي ما قال في البث المباشر، دار سبيطار وما عقلش عليه،
داخل السبيطار ولوحوا لي للاسف الشديد. لانه كما قلت داخل السبيطار وما عقلش عليه ومشى دعاه والمحكمه صفاته وعطاته الاجر ديالو، ولكن من بعد كيتفاجئ بان ديك الماتريال اللي عنده وداك الشيء اللي عنده ماشي ديالو للاسف الشديد. اكثر من 5 سنوات هو كيعاني، اكثر من 5 سنين هو واقف عن العمل، اكثر من 5 سنين هو كيعاني بصمت للاسف الشديد. هاي التطواني مرحبا بك، يوقف خصو يرجعو للعمل بطبيعة الحال، خصو يرجع للعمل باش يستأنف العمل ديالو. خي موحى قطع الأرزاق من قطع الأعناق، معاناة ما بعدها معاناة أخي العزيز. حسبنا الله ونعم الوكيل للأسف، حسبنا الله أكيد موت بين الأنبياء ونعم الوكيل. فهاد الناس للأسف شديد اللي كيعانيو في صمت للأسف. تحية تحية تحياتي وتحية مسائية من كيكبوا المانع، تحياتي لك خي ومرحبا بك. الله ياخذ الحق فهاد الناس، حسبي الله ونعم الوكيل اكيد خي ياسين وتحياتي لك. اذا كما قلت متبينين الاوفياء للاسف الشديد كتلقى شباب اللي هو او ناس عندهم اسر، عندهم مصاريف كاري، عندهم وليدات كيقراو، عنده شي واحد من العائله ديالو مريض هو اللي كيصرف عليه، الله يحسن لهم الاجر، عندهم محدود ورغم ذلك تقطعت الارزاق ديالو. دانا شنو رايكم متبعين الاوفياء في بعض المستخدمين اللي تطردوا من العمل ديالهم في زمن كورونا واصبحوا عاطلين عن العمل؟ للاسف الشديد هاد الناس هادو توقفوا عن العمل ديالهم وطردوا من العمل، اما بسبب كورونا او بسبب مجموعه من مشاكل سواء كان داخل العمل او انتما كتعرفوا. هاد الناس هادو كيعانيو في الصمت للاسف الشديد، وتا حد ما عقل عليهم، وتا حد ما وقف عليهم، حتى الباترول اللي كان خدام معاهم وفنى حياته ديك الشركه ما عقلش عليه، ما عقلش عليه للاسف الشديد وجرى عليه من العمل ديالو. اذا انا كنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينة العرائش، نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام. أكيد متبعين الأوفياء، شنو رأيكم متبعين الأوفياء في هاد الناس اللي للأسف الشديد تحرموا من العمل ديالهم؟ شنو رأيكم للأسف الشديد مع هاد الناس اللي تحرموا من العمل ديالهم وضيعوهم من الأرزاق ديالهم؟ هاد الناس اللي كيعانيو في صمت للأسف الشديد، مع العلم أن هاد الناس هادو تابعهم الكرا، تابعهم بزاف ديال المسائل للأسف الشديد. إذا كنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء داخل ارض الوطن او من خارجه، ونتمنى ان الجميع يكون على ما يرام. اكيد متبعينا الاوفياء، مباشرة في هذه الجولة المسائية عبر شوارع وأزقة مدينة العرائش، نشوفوا الأجواء كاملة متبعينا الأوفياء. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام، اكيد متبعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري. نتمنى ان نتلقى بكم موعد لاحق ان شاء الله، وتحياتي للجميع. نتمنى ان الجميع يبارطاجي هذا البث المباشر باش نستفدوا جميعا، وتحياتي للجميع.